متحيلون يفتعلون حوادث وهمية في تونس للحصول على تعويضات من شركات التأمين قدرت قيمتها بثمانين ملياراً. إليكم التفاصيل. ما تزال عمليات التحيل والغش في قطاع التأمين في تونس تشكل مصدر قلق للمسؤولين في ظل ما شهدته هذه الظاهرة من انتشار خلال السنوات القليلة الماضية. وكان المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة قد أكد في تصريح للإعلام المحلي تعمد عدد من المتحيلين افتعال حوادث بدنية للحصول على تعويضات مالية تتراوح بين البسيطة والفاتحة التي تتجاوز هذا الحد أحياناً، لتشمل شبكات إجرامية مختصة تهدف لنهب الأموال واستعمالها في أنشطة مشبوهة وفق توصيفه. وكشف عميرة عن الرقم المرتبط بالخسائر المالية السنوية التي تتكبدها شركات التأمين جراء عمليات التحيل والغش، والذي فاقت قيمته 80 مليون دينار خلال سنة 2023. وحول وكالة مكافحة الغش والتحيل في مجالية التأمين التي تم أحداثها مؤخراً، أوضح المصدر ذاته أن بعثها يأتي في إطار سعي الجامعة التونسية لشركات التأمين المستمر لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة وللمزيد من التنسيق بين مختلف مؤسسات التأمين لمكافحة مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن الاقتصادي الوطني في البلاد، حيث ستتولى الوكالة دراسة ملفات الحوادث الوهمية والتحيل والغش في التأمين والتنسيق بين أعضائها وبين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال.